باش كنطفو ندير لها السلسله باش نربطها. راه قلبي كيجرح من الداخل قبل ما نوصل عندها، ولكن ما عنديش شي حل. كاين شي ام اللي كتبغي تربط ولادها كذب عليك الكاذب، ولكن الظروف كتحكم عليك. كانت صباغي طاحت ليا، وداك الطيحه مابقاش الدماغ تيكبر لها. ما عندهاش العلاج، ولكن كطلب مصاريف كثيره، مصاريف فوق الجهد. وضروري بعدا ليكوش والدواء ضروري يكونوا عندها، ممكن نخليها بالجوع وما نخليهاش بلا دواء بلا ليكوش. كنحس بها ما كتبغيش تربط، ونهار اللي كنخرجها ونساليها كتفرح كتبقى تضحكي بوحدها وناشطه. اللهم لك الحمد، الحمد لله.